نبقى دائما مع الجديد، ومهما كانت ظروفي سأبقى أنقل لكم دائما كل ما هو جديد على القمر الصناعي النايلسات أو الأقمار الصناعية الأخرى. أنا غادة وهذه قناتي في فريكونسي، تابعوني. سلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكل أحبائي ومتابعي الأوفياء أينما كنتم، تحياتي الخاصة لكم. شكرا لكم لدعمي وتشجيعي في القناة. قبل البدء في الفيديو، صلوا على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلوات وأزكى تسليم. إذن سأقدم اليوم تردد قناة جديدة ظهرت بدل قناة عراق الحدث، ومن القائمة الرئيسية نأخذ التركيب ثم قائمة الترددات، ثم نضغط على زر الأخضر في ريموت كنترول، وقد يكون زر إضافة التردد عندك بلون آخر، ثم نضيف التردد وهو 12604. معدل ترميز 27500، والاستقطاب عمودي أو رأسي أو V. القناة جديدة كما قلت، وكما وعدتكم دائما بنقل الجديد، واسمها قناة البشارة، وظهرت كما قلت مكان قناة عراق الحدث. ملاحظة صغيرة فقط، تخصص القناة غير معروف والحزمة شرقية. أرجو أن ينال الفيديو إعجابكم، ولا تنسوا تفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو دعما وتشجيعا لنا كي نستمر في تقديم المزيد والجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.